لو الحكاية فيها إن فيجو عربات التجار السجاير بتطالب إن السجاير تنزل على التومين زي السكر زي الزيت زي أي سلعة. والله اللي عاجبه بيشتري واللي مش عاجبه بيشتري. يعني لو نزلت على التومين؟ على التومين زي في الشارع معاك. على ساعة. هي أنا الماضي أنا راجل بشرب سجاير مثلا بقالي 35 سنة. أنا النهاردة لما تيجي أنت حتى لو منحتها خالص لو ما قفلت المصنع ما أنا غصب عني هبطلها. وأي حد هيبطلها. مش أنا بس. يعني أنا واحد من الناس هي ما بقتش كده. هي اتعودنا إن إحنا نمسك حاجة في إيدينا. ما بقتش كده. لو نزلت على التومين هتشتري؟ لا مش هشتري برضه. ما تشربها؟ مش عامل مش هشرب هبطلها خالص. لو نزلت على التومين هتبطلها؟ هبطلها ليه؟ خلاص أنا مش عاوز أشرب سجاير. يعني ايه لها يعني انا لمؤاخذة انا بحط كومين بسكر وشاي انا بشربه اجي لمؤاخذة ابص الاقي السجاير بقى ريحته سجاير هو كمان معلش يعني هو السجاير دي ما هي على قد ما هي مضره برضه بينا وبصحتنا وبفلوسنا وبشقانا حاجه بقت مضره بقت هتضر كمان الحريف دلوقتي يعني انت لو عملتها في التومين هتضر الحريف دلوقتي الريحه هتيجي تشرب كوبايه شاي هتبص تلاقي بقت ريحتها سجاير تيجي تعمل مش عارف سكر هيبقى ريحة سجاير الموضوع بقى يعني يا ريته يبطلها خالص يا ريته يقفل المصنع بتاعها خالص انا واحد من الناس بقول يا ريته يقفل المصنع وانا بشرب سجاير بقول يا ريته يقفل المصنع بتاعها اما نازله التومين السجاير نازله التومين وبتنزل حملات كل يوم تومين عليها التومين بتاع البطاقه لا هي نازله التومين نازله التومين وبتنزل حملات يوميا على السجاير بيعملوا ايه بقى واللي بيلاقوا مخالف بياخدوا الاسم على طول تعرض على النيابه بيها انت شايف الكلام ده كويس لا مش كويس طب هم يعملوا هم بيحرموها علينا احنا هم المفروض يعملوا 5 جنيه للبياع مكسب في الخربوشه ان احنا نبيع بالتسعيره احنا نبيع بالتسعيره بس هم بيطالبوا انها تنزل على بطاقه التومين يا سيد الفاضل هم بيعملوا خرطوشه السجاير ب 250 جنيه فيها جنيه ونص مكسب للبياع يعني لو حطوا ضابط تومين جنب كل بياع برضه لازم البياع يزود فيها تمام بيزودوا فيها كام بقى؟ بيزودوا فيها 3 جنيه و4 جنيه الخرطوشه هي فيها جنيه ونص من الشركه لا ما فيها اصل دي مش اكل عشان تتحط على التموين مش اكل انت بتحط له السم مع الاكل السجاير في السم فكر السجاير دي لكن الاكل ده مفيد للجسم يعني انت دلوقتي خلي ابنك بيجيب باكو بسكوت او بيجيب كيلو سكر من الجمعيه قول له خد علبه سجاير قول له خد علبه سجاير ما ينفع يا تدي له حاجه مفيده مش هحط لك حاجه ما بتتاكلش دي حاجه سموم داخله بيتك فازاي انك هتدخلها البيت هو كده الصح مفيش حاجه اسمها سجاير تتحط على التموين صدقك اه الغاز اللي احنا مش لاقيينه والغلو اللي احنا فيه العيش اللي بيبيعوه دلوقتي رغيف ابو شحنة بيبيعوه ب 50 قرش و 60 قرش واحد زي حالاتي ارزاق على الله بياخد 15 جنيه او معاه بنت وواد وسكن غير ميه ونور باخد 550 جنيه يعملوا ايه العيل ووالدته؟ ما يعملوش حاجه يبقى هتحط لي سجاير كمان على لا رخص لي الاكل عشان اكل عيالي ما اسرقش ما اروحش اكسر محل عشان اسرق اجيب اكل عيالي ما اروحش اشحت واحد يشتمني وزان عشان اكل عيالي خفض من الاسعار عشان الناس الغلابه تاكل النهارده اروح اصرف التامين بقول له حط شهاده البنت شهاده الميلاد بتاع البنت عندها 7 سنين يقول لي ما احطهالكش على بطاقه التموين ليه؟ مش بتاكل تشرب تروح تجيب اكل من الكشري وحاجات من المحلات اما انت تقول لي ما احطلكش عيله على التموين يبقى انا اسرق بقى عشان اجيب لها اكل غير مش حاجه الا كده وانا واحد بقى ارزاق على الله يوم بعمل 10 ويوم واسبوع ممكن ما اعملش 10 يبقى عيالها ياكلوا فين؟ يروح يقعد على الرصيف مش حد عشان ياكل لا مش حلو ليه؟ كده عشان هي كده السجاير اصلا بتضر الواحد السجاير بتضر الواحد السجاير بتضر الواحد وكده بس ده مش هيحميها انها تغلى كل شويه؟ لا احنا يعني الحمله اللي هي بتاعت الترخين دي احسن ده لما هو ينزلها على السلعه التموينيه وكده لا هي حمله الترخين دي بتتكلم عن ايه بقى؟ عن ايه؟ لو احنا كلنا نبطل الترخين اللي بيدخن يبطل الترخين انت بتدخن؟ هنبطل؟ ان شاء الله مش عارف بصراحه بس احنا مش هنبطلها يعني راحت على التموينيه ومش راحت على التموينيه بس مش
مشكله يعني الستات في البيت طب هتاخد منها بقى ولا هتاخدها احنا كلنا؟ ما دي مشكله ولا ايه؟ ما انا ممكن امي تاخدها تروح تبدلها بسكر، صح ولا غلط؟ ما بتحصل. اه بس انت شايف الكلام ده يبقى كويس؟ اكيد طبعا.